الفنانة ليلى الحديوي تطل على جمهورها في شهر رمضان بكيمينو ساحرة على شكل قفطان. وهنا غادي نخلي لكم بعض الإطلالات الرمضانية لليلى الحديوي وهي بالكيمينو والجبادور والتكشيطة. إينا لبسة جات معاها. فقط للمعلومات، هاد التكشيطة الزرقاء اللي كتشاهدوها راه غير الثوب بوحديتو كيوصل حتى ل 5000 درهم، فما بالك بالخياطة والتصميم. التكشيطة والقفطان معلمة ومفخرة تاريخية للمغرب.